في علاج للصداع. قال هنعالج الصداع ازاي هنا؟ قال mix the following materials together، يعني ايه؟ هخلط المواد دي مع بعض، various herbs, seeds, flour and other ingredients with water, then apply this mixture to the head. يعني ايه؟ يعني دلوقتي علشان اعالج الصداع في البلدية دي، ايه، هجيب اعشاب مختلفة وبذور ودقيق، وهجيب مواد تانية وهخلطها بالمية واحطها على راسي. هو ده علاج الصداع عندهم في البلدية دي. مس واحنا يا مس عندنا دروس محذوفة. دروس محذوفة يعني، ما حدش قال يعني، بس لا هشوف بس الدنيا. في الدين عندنا دروس محذوفة. بس ما حدش قال في الديسكفر في حاجة محذوفة. وبرضو نسألكم تاني، مس وليه مس بيتحذفوا من نخدوش الدروس دي؟ عشان الوقت بيكون قليل فما بتلحقوش تخلص. عشان بس تربو صغير فاحنا الوزير لغى شوية من الدروس. حاضر، ان شاء الله نقول لهم يلغوا لكم. طيب تعالوا بقى نحل بقى. يعني مريم، question number one, both right or wrong, read and answer it. خذي يا مس، جورج إبرس was a famous Egyptian. True. True. Who wrote this papyrus? Yes, excellent. Number two, Myrna. Papers has both Scientific. scientific and magnetic Magical. magical ways to identify and carry Identify. Cure disease. Disease اللي هي الأمراض. True, yes, excellent. تمام. Number three, مروان. إدوين سميث بيبرس and إبرس بيبرس are similar in everything false. False. Excellent مروان. Okay. Number احنا كده يعني انا معايا دلوقتي ميرنا ومريم ومروان، مفيش حد تاني صح؟ لا لسه في مريم ويام، بس هم غايبين. يا من غايب، يا من غايب. مريم ويا من غايبين الاتنين، بس احنا التلاتة بس الموجودين صح؟ تمام. Number four يا مريم. إبرس بباريس and إدوين سميث بباريس were nearly created in the same acre. age in the same age في نفس الوقت يعني. تعال ارجع للفقرة كده، شوفيها صح ولا غلط. فولز. ليه بس يا فولس؟ مس مش هو مش بيقول لي في اتولد في الهيستوري، الماء. بيقول لي في الهيستوري this papyrus may have been created between it is about the same age as Edwin Smith papyrus. يعني هي في نفس الوقت او نفس التوقيت بتاع Edwin Smith papyrus، يبقى كده right مش wrong صح يا مريم؟ فاهمها؟ تقول ايه؟
ماشي تشوز نمبر 1 يا مرنة. Papers, papers may have been created between نقط BCE في الفقرة كده. 1550 and 1536 BCE. اكسلنت مرنا، تمام. نمبر 2 يا مروان. إبرس بيبرس بابارد انكلير انكلير اوفر 842 842. اكسلنت اكسلنت مروان، تمام. نمبر 3 مريم. إبرس هاف ان and there section called the book of hearts. اكسلنت مريم، تمام. نمبر 4 مرنا. papers named boy this name related to جوريك إبرز. جورج ابرز، يس اكسلنت مريم، تمام. طيب اكتيفيتي 2 دي بقى هنخليها هوم وورك، ماشي. طب مثلا عايز اعمل compare between، اقول لك انا هو عايز يعمل ايه. بيقول لك compare between Edwin Smith papers and Eber papers according to similar and different things. يعني ايه؟ يعني similar things اللي هي الحاجات المتشابهة. هو هنعمل هنا ايه؟ هنعمل comparison between Edwin Smith papers and Eber papers. يعني انا هعمل مقارنة ما بين البردية بتاعت Edwin Smith وما بين Eber وما بين البردية بتاع الإبرز. طيب هعمل مقارنة ما بينهم في ايه؟ اول حاجة similar things اللي هي الحاجات المتشابهة ما بينهم، هنكتب فوق الحاجات المتشابهة ما بينهم similar things. طيب different things اللي هي الحاجات المختلفة، يعني هكتب عند مثلا ادوين سميث بابارز الحاجات اللي هي بتميزه ومش في ايبر بابارز، ونفس الحكاية برضو عند ايبر بابارز هكتب الحاجات اللي هي فيه ومش في ادوين سميث بابارز. يعني في اول حاجة نكتب similar things الحاجات المتشابهة ما بينهم، لكن تاني حاجة different things اللي هي الحاجات المختلفة. مش بتحلها مع ناس. انا عايزة اشوف ابداعكم انتوا الاول وبعدين هبدأ بيها المرة الجاية. يعني انتوا هتفكروا فيها تعملوها هوم ورك، ماشي، وبداية الحصة الجاية ان شاء الله انا هحلها تاني معاكم، ماشي ماشي ماشي. ماشي. مرنا انت حالتي دي، حالتي دي لا ماشي، لا يبقى مش بعدين حالتي. نشوفها على الجروب. ماشي. حاضر لا يا لسه ما حبيتهاش. ماشي، انا هستنى كله بقى يحلها ويبعت على الجروب عشان اشوف اشطر واحد حللها كويس. يعني انا عايز اشوف ابداعكم فيها، وبعدين ان شاء الله المرة الجاية اول حاجة هعملها ان انا هحلها معاكم، تمام. تعالوا بقى نكمل. أنا مش عارف احلها بس. برضو فكر. ادي لنفسك فرصة وان شاء الله تعرف تحلها ان شاء الله بداية الحصة الجاية انا هحلها. يلا نبدأ بقى في lesson 5. lesson 5 بسرعة، يلا pay attention. lesson 5 primary and secondary sources. primary and secondary sources اللي هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية. تعال ناس نعرف معناها ايه. طيب بسم الله. أول حاجة بيقول لي in the previous lesson of this chapter we identified different sources of information like the sources of the advice that Adam heard from his family when he was sick. لحظة بس هقبل يامن لأنه لسه داخل.
ازيك يا يامن؟ ازيك يا نس؟ Why are you very late? ها I am sorry. I was studying the Quran al-Karim. اوكي. I see you. Okay, let's complete our sessions. Primary and secondary sources بمعنى المصادر الأولية والثانوية. طيب في الأكتيفيتي read the following story then answer the questions. In the previous lesson of this chapter, يعني في الدرس اللي فات من الشابتر ده اتعلمنا إيه؟ We identified different sources of information like the sources of advice that Adam heard from his family when he was sick. يعني احنا اتعلمنا في الدروس اللي فاتت من الفصل ده ان احنا عرفنا مصادر مختلفة للمعلومات، زي مصادر النصيحة اللي سمعها آدم من العائلة بتاعته لما كان مريض. We also have learned about medicine in ancient Egypt through Edwin Smith papers and Eber papers. These two papyri are called primary sources. يعني ايه؟ يعني احنا تعلمنا برضو تعلمنا عن الطب في مصر القديمة من خلال البردية بتاع ادوين سميث وبردية ايبرس، وعرفنا ان البرديتين دول سموهم ايه؟ primary sources اللي هي المصادر الأولية. طيب يعني ايه كلمة primary sources؟ قال لي it is an artifact that comes from a time being studied or from a person who was involved in the events being studied. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي قطعة أثرية ايه جاية من يعني comes from a time being studied، يعني جاية من وقت احنا درسناها قبل كده، من يعني من أشخاص. والبردية دي يعني هي البردية دي كانت من زمان، يعني مش موجودة دلوقتي، والبردية دي عصرت حدوث أحداث معينة في الماضي. طيب زي إيه؟ زي إدوين سميث بابارس أند إيبر بابارس، دي اللي إحنا خدناها درسنا الاتنين. وزي إيه تاني؟ A new paper that published a story about an event that a reporter saw. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تاني حاجة للمصدر الأولي أو البرايمري سورس بيقول لي إيه؟ صحيفة تنشر قصة عن حدث شاهده المراسل. A new paper that published a story about an event that a reporter saw. يعني صحيفة بتنشر قصة عن حدث إيه؟ شاهده المراسل. طيب number three برضو بالنسبة للبرايمري سورس، an interview with a famous person، يعني مقابلة مع شخص مشهور. ال three examples دول بتوع ايه؟ دول بتوع البرايمري سورس، لازم نكون حافظينهم كويس جدا. طيب the text you have read about the two pieces of papyrus، يعني النصوص اللي احنا قرناها في البرديتين اللي فاتوا دول in the previous lesson are called، النصوص بقى اللي هي في البابار دي، النصوص دي بنسميها ايه؟ التكست ده بسميه ايه؟ التكست بسميه secondary source. Secondary source مصدر ايه؟ ثانوي. قال because you didn't get to look at the original papyrus directly but you have read a description of them. يعني انا ليه سميته مصدر ثانوي secondary source؟ لان احنا يعني ما تمكناش من ان احنا نلقي نظرة مباشرة على البرديات دي، ولكن احنا قرأنا وصف ليهم we have read a description of them. يبقى انا هستنتج من كده ان لما يقول لي سواء ايبر بابارز او سميث بابارز، دول عباره عن ايه؟ دول برايمري سورس. دول ايه؟ برايمري سورس. لكن لو قال لي تكست النص اللي هو في الباباري ده بسميه ايه؟ بسميه سكندري سورس، مصدر ايه؟ ثانوي. ماشي، يبقى تكست يا مس يبقى سكندري. تمام، دلوقتي هيديني يعني ايه كلمة secondary source؟ يعني ايه كلمة secondary source؟ يعني ايه مصدر ثانوي؟ قال لي it's an anything that describes, interprets, evaluates, or analyzes information from primary source. يعني ايه؟ يعني المصدر الثانوي ده حاجة بتصف أو بتفسر أو بتقيم أو بتحلل المعلومات من المصادر الأولية.
طيب examples، أنا عايز أمثلة على ال secondary source ال books articles الكتب المقالات documentaries، documentaries اللي هي الأفلام الوثائقية and encyclopedias اللي هي الموسوعات that contains descriptions and information تحتوي على وصف ومعلومات about the artifact، يعني وصف المعلومات حول القطع الأثرية أو an artistic work اللي هو العمل الفني. طيب احنا لازم نحفظ ال examples دي كويس جدا. ماشي بسم الله. دلوقتي بقى احنا هنحل على، بس واحنا هناخد امتحان امتى؟ حاضر اقول له يعني اعمل لكم المرة الجاية امتحان، محتاج عايزين من امتحان بس الكتاب؟ يعني نتقدم شوية في المنهج واعمل لكم امتحان. من الكتاب؟ من الكتاب اه هحاول اجيب لكم امتحان من الكتاب. ماشي من حاضر الكتاب ازاي؟ هحاول. مس امنية بتديني من الكتاب كل ما نخلص اليونت. انتوا عايزين من، ماشي هديكم امتحان من الكتاب. تمام تعالوا بقى نحل بسرعة بسرعة قبل ما الوقت يخلص. هي لا انا مس انا اصلا حالا انا لسه اول حالا سؤال يا لسه مس انا اول سؤال ماشي. يلا يا مريومة اول سؤال لمريم، يلا نمبر 1. an interview with a famous person is a second source. غلط يا مس. أول حاجة يا مريم مش اسمها انترفيو، اسمها انرفيو، اسمها انرفيو، ان انرفيو with a famous، انا انا right or wrong؟ الإجابة إيه يا من مريم؟ غلط. Yes, excellent. Excellent. Okay. Yeah, primary source. تمام. Number two. يامن. Number two. يامن. Number نمبر two. تو انا عارفه انك نمبر تو. The virus is the primary source. صح. Yes, قولوا excellent. مروان نمبر 3. قولوا مين اللي بيعمل الصوت ده؟ مين اللي بيعمل الصوت؟ أنا عارفة مين اللي بيعمل، هزعل منه. نمبر 3 يا مروان. description of history as Artistic. Artistic. artistic works and in she in cake club Encyclopedias. encyclopedias are considered as As. secondary sources true. برافو اكسلنت. تمام نمبر 4 يا مريم. سوري ميرنا. secondary source is an artifact comes from comes from a being studied false. false. Okay. Write an example of a primary source, Yemen. Yemen. That's an example of primary source. Miss الأخيرة إيه؟ An interview with a famous person. Yes, excellent. آخر بتقول واحدة إيه صح ولا يا غلط؟ مروان؟ آخر واحدة صح ولا أي غلط؟ آخر واحدة؟ آخر واحدة آه غلط. المفروض البرايمري سورس، المفروض البرايمري سورس. تمام. ماشي. نمبر 2 write an example of a secondary source
مريم. ايه حامس ايه ارتكلس Yes, excellent article. Okay. Myrna, colors a circle in red if the source is primary and in green if the source is secondary. Encyclopedia. هنلون السيركل دي ريد اور جرين؟ ميرنا، ميرنا معايا؟ ممكن أجاوب أنا بس جاوبي يا يامن. انكلوبيديا ريد اور جرين؟ انكلوبيديا ها جرين ايه؟ جرين لون جرين green because it's a secondary record secondary source. okay number two مروان magazine stories about actors رد red excellent. okay number three text box ميرنا يوسف عايزنا نعمل ايه مش هو بيقول لي ان احنا هنلون البرايمري سورس هنلون الدايره دي بالريد اما السكندري سورس هنلون الدايره دي بالجرين. انكلوبيديا نمبر 1 انكلوبيديا دي يعني مش سكند دري سكندري يبقى نلونها بالجرين. طيب ماجازين ستور اباوت اكترز احنا قلنا ريد. اي مس ريد طيب تكست بوكس تمام تكست بوكس جرين مرنا تكست بوك اخترنا ايه تكست بوك مس نلون ايه بالاخضر نلون ايه بالاخضر بالاخضر اللي هو السكندري سورس. يعني ايه سكندري سورس سكندري سورس اللي هو المصدر الثانوي اللي احنا قلنا زي البوكس زي الارتكلز زي الدوكيومنتريز انكلوبيدياز. ميرنا معايا؟ ميرنا؟ طيب مريم التكست بوك جرين اور ريد؟ اوكي بس تكس بوكا يبقى جرين جرين يس اكسلنت. طيب the last one يامن photograph of family member family member red or green. قلت ايه مس؟ red or green photograph secondary source yes يبقى green color. تمام يا ميرنا خرجت لا مش ايه من غلط تمام ماشي. طيب دلوقتي احنا في lesson 6 هنتكلم عن hospital then and now. hospital then and now اللي هي ايه المستشفيات في يعني هنتكلم عنها في الوقت اللي هو في الماضي ودلوقتي هنقارن ما بينهم هنعمل comparison ما بينهم. طيب تعال نشوف كده في activity 1 read and learn اقرأ وتعلم. hospitals have many doctors المستشفيات فيها دكاترة كتير nurses ممرضات and other specialists who are trained to care for you. يعني المستشفيات عندها دلوقتي دكاترة وممرضات كتير وغيرهم من المتخصصين اللي ممكن يراعوك. يعني let's talk about hospitals in the past and hospital now. هنتكلم عن المستشفيات في الماضي والمستشفيات دلوقتي. first hospitals in the past هنتكلم عن المستشفيات الأول في الماضي
such as Mansoura Hospital in an is an example. It was built in 1000. It was built in لحظة. One hundred two. Sorry, لا 1248. It could hold more than 4000 patients. يعني المستشفيات دي كانت فيها حوالي أكتر من 4000 مريض. لحظة. It has different areas such as a huge lecture hall. يعني كانت فيها أماكن مختلفة زي a huge lecture hall. يعني إيه huge lecture hall؟ يعني يعني مكان بياخدوا فيه محاضرات. ماشي. A school كانت فيها مدرسة كمان. يعني المستشفى ماشي كان فرح بقى. حمام ماشي. ماذا ما احنا خلصنا الحصة؟ لا احنا لسه هنكمل معانا لغاية الساعة 2:15. يعني هنكمل بعد ما يامن يرجع. 3:15 بس 2:15. يعني انا عندي في مصر، انا عندي في مصر بتبقى 2:15. عندكم احنا انتوا قاعدين عندنا في السعودية؟ 4:15. انتوا في السعودية ولا فين؟ انا يا عندي ريت في الامارات وانت وانا في فين؟ الكويت، انا ما في شاء الله السعودية. ما شاء الله. انا مثل ببقى اصغر مصري؟ 4 دقايق. انا اوكي مش مصري فاهم. بس انتوا انا بس انا دلوقتي في الكويت. يعني انتوا دايما قاعدين في الكويت ولا دي فترة مؤقتة؟ مس انا بس انا مش ايوه دايما قاعدة في الكويت، مؤقتة. في الكويت بس انا يعني بسافر في الاجازات لمصر. ما شاء الله. تمام. هزاري لا بس انا هزاري انت. قاعدة مصر لكن ساعات بسافر للامارات. تمام ان شاء الله ترجعوا بالسلامة كلكم. تمام. يا من جه. أيوة تمام نكمل بقى. بسم الله. احنا دلوقتي بنتكلم عن hospital in the past اللي هي المستشفيات في الماضي. احنا بنقول it could hold more than 4000 patients. قد ممكن تاخد أكتر من 4000 مريض. It has different areas، فيها أماكن مختلفة زي إيه such as a huge lecture hall. كان في كده في المستشفيات دي زمان مكان بياخدوا فيه محاضرات. طيب مكان زي صالة كده كان بياخدوا فيه محاضرات. كمان كان في school مدرسة، يعني المستشفى كانت فيها school مدرسة. كانت فيها an orphanage، يعني كانت فيها يعني دار أيتام. A mosque كان فيها كمان مسجد. For a mosque for Muslim patients، يعني مسجد للمسلمين المرضى. And a church for Christian patients، كانت في كنيسة كمان للمسيحيين. A doctor would visit each patient and record his observations. الدكتور كان بيروح عند كل مريض ويفحصه ويكتب الملاحظات بتاعته on the patient's card to give him treatment. يعني ايه؟ يعني كان بيكتب الملاحظات دي عشان يديله طبعا الدواء المناسب ليه. طيب دي كده احنا اتكلمنا عن ال hospitals in the past، فكرة المستشفيات في الماضي. مامتي بتناديني فأروح أشوف هي عاوزة ايه. يعني احنا already خلصنا، يعني فاضل دقيقتين بس. اوكي هظبط دقيقتين. طيب ان شاء الله نكمل المرة الجاية اللي هي الهوسبيتالز ناو، المستشفيات دلوقتي. بس يعني ذاكروا اللي احنا اخدناه. تمام. وما ننساش الهوم ورك اللي احنا اخدناه ده اهو، يعني هصوره دلوقتي وابعته لكم على الجروب عشان محدش ينساه. ماشي. مش عارفة احل، مش حتى لو فكرت اعمل يعني حاول. هي مس خلاها حسب حضرني يا ويب. نعم.
خلي لازم صفحة تانية تفكر واجب صعب. اخلي صفحة تانية واجب. لا انا عايزاكم تفكروا.